يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينصح فضيلتكم بحفظ الحموية أم تكفي دراستها؟ كان طلبة العلم يحفظون المقدمة، مقدمة الحموية، لأن فيها قواعد عظيمة في هذا الباب، ستأتيكم فيها قواعد. والشيخ يقول في ما معناه في آخرها، يقول من استقرت عنده هذه المقدمة تبين له الحق، مقدمتها تحفظ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أما باقيها فهو نقول، يعني باقيها آيات وأحاديث ثم نقول عن الأئمة، نقول عن الأئمة في هذا الباب ماذا قالوا في الأسماء والصفات. نعم.